مساء الخير والجمال على مشاهدينا في قناة الصحة والجمال. في الفترة الأخيرة انتشر ما بيننا وباء عقدة الخواجة، بمعنى إن الشاب المصري الروش لما بيجي يتكلم بيقول كلمة إنجليش في وسط الكلام، وهنا بقى بنلاحظ إن أغلب المغتربين بدأوا إن هم ينسوا لهجتهم اللي هم أصلا اتربوا عليها. وهنا نقدر إن احنا نقول ولكل قاعدة شواذ، والقاعدة دي ظهر فيها نوادر كتير جدا. زي ايه؟ زي انك انت حاليا من الصعب انك انت تلاقي شاب صغير بيهتم بلهجته وبيفتخر بلهجته وبيهتم بتراز اظهار تراز بلده ومعالمه، بيهتم بلهجته المصرية. لا مش كده وبس، احنا ضيوفنا النهاردة مجموعة من كلية اعلام قرروا ان هم يهتموا باللهجة المصرية، وقرروا ان هم يعملوا مشروع التخرج بتاعهم عن عنواني مصري. هنتعرف على ضيوفنا اكتر بعد الفاصل. عنواني مصري جملة دايما مجمعانا، سواء كنت اسكندراني، اسواني، صعيدي، بورسعيدي، منوفي، دمياطي، أو حتى من القاهرة أو الجيزة، فأيا كانت محافظتك إيه فهي سر تميزك. اعتز دايما بلغتك، افتخر دايما بهويتك، حافظ على تراثك واتكلم مصري، فمهما كانت لهجتنا مختلفة فمجمعانا مصريتنا، زي ما جمعتنا العظيمة أم كلثوم في أغنية كلتي في خاطري وفي فمي. فمهما كنا من محافظات مختلفة فدايما مجمعنا دم واحد، قولها وافتخر بيها، أنا عنواني مصري. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنرحب بإسراء. أهلا وسهلا بيك يا إسراء. وبنرحب بإيمان. أهلا وسهلا بيك يا إيمان. حابين ان كنتوا كل حابين يا إسراء انك تتعرفي نفسك اكتر للجمهور. انا إسراء محمد، طالبه في كليه اعلام بالفرقه الرابعه جامعه القاهره. تمام. إيمان محمد فرج، طالبه في الفرقه الرابعه كليه اعلام جامعه القاهره قسم علاقات عامه واعلام. اخوات بسم الله ما شاء الله. طيب احنا حابين عايزين نعرف اكتر عن مشروع حمله عنواني مصري. هي الفكره جت منين؟ اول حاجه اصلا احنا لما بنيجي بنبدا سنه رابعه بنبقى المفروض بنتفق على حمله اجتماعيه، بنتفق على فكره جديده. ساعتها احنا كان محتارين جدا في الافكار، اما مثلا نعمل، كان في مرض ساعتها اللي هو متلازمه داون، اما نتكلم عن العقاقير. بس ساعتها سمعنا ان وزاره الهجره عامله حمله جديده، حمله اتكلم عرب. الحمله دي كان حفظها غرضها الحفاظ على اللهجه المصريه. فابتدينا نفكر احنا ليه ما نعملش حمله زي حمله وزاره الهجره، بحيث ان احنا يوم ما نطلب منها ترعى حملتنا توافق. بعد كده كمان لاحظنا ان اسباب كتير قوي ابتدينا نجمعها. يعني احنا اول حاجه جمعنا معلومات. يعني انت لما جيتي ان كنتوا تعملوا الحمله او مشروع التخرج بتاعكم اخترت ان كنتوا تعملوا حاجه مختلفه، حاجه مختلفه وجديده. طب ليه سميتوها عنواني مصري؟ عشان احنا بنخاطب كل الناس، سواء جوه مصر او بنخاطب المصريين بس ولا بنخاطب الكل؟ اي مصري، يعني اي حد، يعني احنا بنخاطب اي مصري على مستوى دول. ما كانش ينفع نسميها مثلا حاجه يعني نحط في مصر بس، لا انا بخاطب جمهوري اللي بره مصر كمان، يعني في اي بقى دوله، باي دوله. عشان كده انا سميتها عنواني مصري. جميل خالص. طيب هو الفكره نفسها كانت جت معاك ازاي؟ ليه اخترت ان كنتوا تعملوا عن فكره عنواني مصري؟ وليه اتجهتوا مثلا لوزاره الهجره؟ يعني في حاجات كتير كانت ملفته للانتباه الفتره اللي فاتت، زي كورونا، زي مثلا الشباب الناجح، زي اداره المشروعات، زي حاجات كتير جدا. ايوه، ما احنا اول حاجه لو حضرتك بتقول زي كورونا او كده، ما طبيعي الناس كانت هتاخد الحمله دي. احنا كنا عايزين حمله مختلفه من نوعها، يعني حاجه جديده. وزائد فكره ان احنا شفنا ان وزاره الهجره عامله حمله اتكلم عربي، زائد ان احنا بقى ابتدينا نجمع داتا عن الموضوع ده. زي مثلا لاحظنا ان اي ام دلوقتي او اي اسره عايزه تدخل ولادها مدارس عالميه، يعني قليل اول ما تلاقي حد بيدخل مدارس عربي، لا كله عايز يدخل مدارس لغات او كده، مش من حتى مثلا سن ابتدائي او لا من سن الحضانه. لاحظنا كمان ان الشاب دلوقتي اول ما بيجي من محافظه مختلفه غير القاهره بيبقى مكسوف يظهر اللهجه بتاعته، يعني كل جميل. ده لاحظناه. لاحظنا كمان ان انت لو عايز طيب تعمل، هو عذريني بقى في السؤال، هو انت لاحظتي كل ده
بعد ما اخترتوا المشروع عنوان الحمله بتاعتكم ولا قبل؟ قبل. احنا ما ينفعش نطلق حمله غير ما نكون مجمعين معلومات كامله عنها. بالظبط. عندنا احتمالات الاول. ايه؟ عندنا احتمالات، يعني كان قدامنا كذا كذا فكره، فكل فكره بدانا نبص فيها ونشوف مثلا ايه اللي نقدر بسببه ناخد الفكره دي. فمثلا مسكنا عنوان عن اللهجه. تمام. بدانا ندور ايه اللي ممكن يخلينا نتكلم عن اللهجه، فبدانا بقى نشوف مثلا ونلاحظ ده بيحصل كذا. طيب بيحصل كذا. كانت فكره عرض الحمله بتاعتكم بالنسبه للجروب بتاعكم كانت الفكره ايه؟ يعني بنلاقي اي تيم لما بيكون في فكره جديده بنلاقي اختلافات او بنلاقي تشتت اراء. انتوا ازاي قدرتوا انكم تتخطوا المرحله دي؟ هو برضو لما جينا نعرض الافكار كان في كذا فكره وكان في كذا اتجاه مننا، بس بدنا بقى مثلا ايه، طب نمسك فكره واحده مثلا، نمسك اول فكره مثلا متجمعين عليها او في الاغلبيه عليها، نفكر فيها ونشوف مثلا ايه الاسباب اللي ممكن تودي ليها او كده. بعد كده في الاخر وصلنا اللي احنا كلنا اتفقنا في النهايه ان فكره اللهجه هي احسن حاجه، واحسن حاجه او اكتر حاجه اتفقنا عليها كلنا، فده كان سبب اختيارنا ليها بعد كده. حاجه جميله. إيه طيب كانت الفكره ماشيه معاكم ازاي؟ يعني في ناس كتير او في متنمرين كتير عندنا. أيوه. في مصر. أيوه. بنقول لك يا سيدي هو احنا هنتكلم عنواني مصري، ما الناس زهقت اصلا. ف يعني هل قابلتوا تنمر في فكره الحمله بتاعتكم؟ لانها بنلاقي ظاهره تنمر غريبه جدا مع الشعب المصري، اللي هو يعني ايه عنواني مصري؟ طب ما انا عارف ان انا مصري، هستفيد ايه؟ يعني ايه اتكلم مصري؟ فكان بيبقى في تنمر كتير. اكيد واجهنا التنمر، وكان من الملف بتاعنا المكتوب اللي هو بيتقدم لينا ان شاء الله في البروجكت في النهايه، كان واجهنا فكره التنمر، وابتدينا بقى ان احنا نجيب محافظات يعني فيديوهات من بره مصر ومن جوه مصر، نشوف هل هم تعرضوا للتنمر ولا لا، واجوها ازاي. فاكيد جبنا الفكره دي. الفيديوهات دي يا ايمان كانت عن ايه؟ الفيديوهات اللي انتوا جبتوها كانت عباره عن ايه؟ من جوه مصر او من بره مصر؟ من جوه مصر الاول، كان احنا مثلا بناخد ناس يعني واحد من كل محافظه نخليه يتكلم باللهجه بتاعته، ونخليه نعرف منه قد ايه مثلا هو معتز باللهجه بتاعته، هو بيتكلم بيها مفتخر بيها ازاي، اتعرض للتنمر وواجه ازاي التنمر ده، سواء وافق مثلا اللي هو سمع وخلاص، او اللي هو عدل اللهجه بتاعته عشان حد تنمر عليه بس، وبقينا بيجمع كلام عن المحافظه بتاعته واثارها وحاجات عنها. يعني جميل خالص. يعني انتوا بداتوا ان كنتوا تسيطروا على جوه مصر، وان كنتوا تلفوا حاجات كتير في مصر زي محافظات. طبعا. قدرتوا ان كنتوا تغطوا مصر محافظات مصر كلها؟ يعني على قد ما قدرنا، مش هنقدر نقول 27 محافظه بس قدرنا. يعني في خلال الفتره دي او في خلال عرض البروجيكتور بتاعكم او انتوا بتجهزوا للحمله دي، هل لقيتوا فعلا في تقبل او في دعم من الشباب او طبعا من بعض المحافظات او البلاد المختلفه؟ ايوه طبعا لقينا، واحنا ابتدينا اصلا بعد ما جمعنا افكارنا وكل حاجه عملنا استبيان. الاستبيان ده كان جوه مصر وبره مصر، كان حوالي 622 مفرده كانت جوه مصر، وكان 69 مفرده بره مصر. فطبعا لقينا طبعا ناس واتجاوبت معانا الاستبيان زي ما قلت لحضرتك على عددهم، وابتدينا بقى نلاحظ بعض البوينت المهمه اللي هو مثلا السوشيال ميديا سبب في ضعف اللهجه المصريه. لاحظنا ان الاسر بره مصر مش بتخلي ولادهم يتعلموا اللهجه المصريه او يحافظوا عليها. بس بعد كده بقى عملنا الحمله على الفيسبوك، ولقينا طبعا رد فعل كويس جدا من الناس. هل لقيتوا رد فعل كويس ولا تنمر اكتر بقى؟ لا لا، رد فعل بصراحه رد فعل كويس. طيب ايه الصعوبات اللي هي واجهتكم انتوا بتجهزوا للحمله؟ اول حاجه بالنسبه لجوه مصر اللي احنا نقدر نغطي محافظات كتير، لان نقدر يبقى الفيديو كل فيديو شامل اكتر من محافظه، يعني مثلا مش 4 5 محافظات، دي كانت صعبه ان احنا نوصل للناس دي. وبره يعني مصر يعني انتوا كنت بتعملوا كل فيديو اكتر من فيديو في كل محافظه؟ لا، كل محافظه كنا عايزين نقدر لحد ما نوصل مثلا نغطيه نغطي. يبقى كل محافظه ليها فيديو مثلا، فكان صعب يعني ان توصل لكل محافظه مثلا. طيب ازاي قدرتوا ان كنتوا تغطوا المحافظات او تظهروا ابرز المعالم بتاعتها؟ يعني دي حاجه مش سهله اكيد. على سبيل المثال يعني محافظات الصعيد مليانه معالم اثريه كتير، فمن الصعب انك انت تغطي كل المعالم دي او تختصرها. احنا كمعالم وكده احنا يعني ما جبناش صور عن كل حاجه، يعني احنا جبنا مثلا الناس تتكلم عن اثار عندها، يعني هم يبقى ادرى مننا، يعني يتكلموا ويقولوا مثلا بيتميز مثلا من المحافظه بتاعتهم بايه، ايه اكتر حاجه موجوده عندهم. وبعد كده بدانا ننزل بوستات عن كل محافظه ومحافظه، واشهر حاجه فيها، اشهر اكلاتها، اشهر كلامها، وبس بقى كلها يعني بلسان شعبهم، بلسان يعني المحافظه بلسان الناس بتوعها. لما بدات ان كنتوا تشتغلوا على الحمله بتاعتكم، وبدات ان كنتوا بداتوا طبعا على السوشيال ميديا، فلما بداتوا على السوشيال ميديا وبداتوا ان كنتوا تطبقوا على ارض الواقع، هل لقيتوا نتائج مرئيه بالنسبه ليكم على ارض الواقع؟
اكيد لقينا نتائج مرئيه. هو زي احنا ايه؟ ما احنا لما عملنا الصفحه على الفيسبوك ابتدينا الناس بقى تعرفنا واحنا مين، ابتدينا بقى ننزل على ارض الواقع نصور في مدن الطلبه، نطلب الناس تبعت لنا، عملنا مبادره الناس تشاركنا مختلف محافظاتها، فده في حد ذاته نجاح وتقبل للحمل. حضرتك فاهم دي حاجه جميله. لو هنتكلم عن الدعم للحمل اللي زي كده، هل فعلا في ناس كتير دعمت الفكره ولا؟ ايوه ناس كتير، ولا كان جدا. من الصعب ان كنتوا تلاقوا الدعم؟ لا بالعكس، دي النقطه دي من عوامل نجاحنا اصلا، ان احنا يعني معانا اكتر من 24 جريده دعمتنا، سواء صحف قوميه او خاصه، من ضمنهم اليوم السابع، الدستور، صدى البلد، الجمهوريه، الاهرام المسائي والاهرام، يعني كل اللي حضرتك تتوقعه دعمنا. يعني انا معايا 24 جريده، زائد ان انا كمان ابتديت اتوجه لليوتيوبرز والفنانين والمذيعين والعمداء الكليات، كل ده دعم حملتي. تمام، حاجه جميله خالص. طيب ايه النتائج اللي انتوا قدرتوا ان كنتوا توصلوا لها في خلال من الحمله؟ النتائج اللي قدرنا نوصلها، النتائج اللي انت قدرتي لي توصلي لها، يعني المفروض ان كنتوا عاملين الحمله فانتوا ليكم هدف، ليكم اهداف، ليكم رؤيه، ليكم رساله، لما بداتوا ان كنتوا تشتغلوا عليها، ايه النتائج اللي انتوا شايفين ان هي حققت اهداف الحمله؟ ممكن ان في ناس كتير بدات تتفاعل معانا، لما يبعتوا لنا الفيديوز بصوتهم او بلهجتهم، فده تفاعل، او اللي هم ما بيبقوش مكسوفين يستخدموا اللغه بتاعتهم، ده نتيجه وده تفاعل منهم. طيب المفروض ان احنا لما بنعمل حمله او بنتكلم عن حاجه علميه بنبدا ان احنا نتكلم بناء على دراسات وعن خبرات سابقه وخبرات علميه. احنا حاليا اتكلمنا عن الخبرات او الحاجات الملموسه اللي احنا بيتقابلنا على ارض الواقع. لو عايزين نتكلم عن اللي هي الخبرات العلميه او النقاط العلميه اللي انتوا قدرتوا ان كنتوا تدرسوها او توصلوكوا المرحلة التطورية أفضل من خلال الحملة، يعني هل مثلا من خلال وزارة الهجرة، هل كنت في بحث كان معمول قبل كده عن اللهجة المصرية أو عن تغيير اللهجات أو أي حاجة زي كده؟ ده حقيقي، احنا عملنا، أنا قلت حضرتك في الأول إن احنا عملنا استبيان، الاستبيان ده منه وصلنا النتائج، زاد إن احنا عملنا تحليل للحملات السابقة زي حملة بالعربي حقك، ديزني لازم ترجع مصري، من أنا، كل الحملات السابقة اللي كانت في إطار اللغة العربية أو اللهجة المصرية إحنا حللناه، وبناء على كده شفنا نقاط الضعف بتاعتها وحاولنا نتجنبها في حملتنا، فأكيد أي حاجة عملناها رجعنا ليها وعملنا دراسات ليها، سواء الاستبيان أو الحملات السابقة. طيب كلمينا بقى عن نقاط القوة اللي في الحملة بتاعتكم. نقاط القوة عندنا، أول حاجة الفكرة بتاعتنا سهلة مفهومة، مش محتاج تفهمها للناس قوي، الموضوع انا سهل ومرتب ومفيش فيه ملل، انك تقدر تعرض يعني من فيديو او من اي بوست بتنزله انت مفهوم وسهل يعني. جميل. طيب لو هنتكلم عن الدعم اللي جالكوا، ايه الحاجات الملموسه اللي انت شفتوها من خلال الدعم؟ هل كان الدعم عباره عن بوست بس، او الدعم كان في تسهيل اجراءات مثلا، او مساعده في طرق علميه اكتر من خلال الجرايد او اليوتيوبر او الفنانين اللي قبلوكوا، ولا الدعم كان عباره حاجه يعتبر زي ما احنا بنقول كده حاجه نظريه؟ هو في الاكتريه كان في حاجه نظريه، هو في حاجات لسه يعني تتطبق في ارض الواقع، بس دي لسه قدام، هو احنا بس دلوقتي زي اتفاقات ولسه ان شاء الله هتطبق، بس الاكتريه دلوقتي هو نظري. يعني مثلا ممثلين او حد بيدعم بيعمل لك فيديو ويقول لك مثلا بدعم الحمله بتاعتك وكده. تمام. طيب لو حابين نعرف، هل الحمله هتستمر بعد فترة الكلية، ولا هي بالنسبة لكم مجرد مشروع تخرج؟ لا احنا لو طبعا وزارة الهجرة تبنت حملتنا وده من الهدف بتاعنا اكيد هتستمر. يعني احنا مش مجرد، احنا لو مثلا كنا معتبرينها مشروع تخرج بكنا سعينا، يعني احنا عاملين محاولات كتيرة جدا في كل اماكن، يعني كل وزارة بيبقى عايزين نخشها، يعني لو كانت مجرد حاجة بسيطة او مشروع تخرج كناش عملنا كل ده، فاحنا اكيد هتستمر لو وزارة الهجرة تبنت. طيب في حالة ان وزارة الهجرة لم تتبناها، لا في امكانيه نكملها لو في راعي، احنا محتاجين راعي ويساعدنا. بس الموضوع ده هيحتاج منكم تعب شويه، هيحتاج تعب، بس لو التعب ليه نتيجه اكيد عادي هنتعب. اكيد طبعا عادي، احنا اصلا يعني من البدايه حتى الان تعبانين، فدي مش مشكلتنا في التعب. احنا كنا بنسهر وبنطبق يعني عشان نطلع شغل كويس، فدي مش مشكلتنا. طيب في التعب لو هنتكلم عن دور باقي الجروب بتاعكم او فريق المشروع، اول حاجه كان ايه دورهم بقى؟ اول حاجه انا الليدر بتاع المشروع ده، انا فخوره ان انا اتعاملت مع الجروب ده. احنا من البدايه خالص كنا بننزل ميتنج مع بعض قبل ما الدراسه تتعلق او كده، فتقسمنا، فدورهم كله كان شغال. يعني احنا متقسمين كل جروب مثلا حوالي 5 أو 6، احنا 19، بيبقى ليه ليدر فرعي، فكل جروب عارف بيبقى شغل ايه، بتسلم في الميعاد.
ايه دور مثلا الليدر الفرعي او كان دور الجروب بمعنى صح في الحمله ايه؟ يعني انتوا كلمتونا ان كنتوا جبتوا دعم من جرايد، جبتوا دعم من فنانين، جبتوا دعم من يوتيوبر، جبتوا دعم من حاجات تانية كتير، او بحثتوا في مصادر زي وزاره القوى وزاره الهجره معذره. تمام، فكان ايه دور الفريق؟ قدر ان هو يساعد بايه؟ انا شايف ان عدد الفريق عدد كبير، يعني 19 مش قليل. ما كانش عندنا مثلا حد مميز عن التاني، يعني مثلا احنا لو الاسبوع ده اسبوع ان احنا هنبقى التواصل مع الجرايد او التواصل مع الشخصيات، يبقى الاربع الجروبس احنا كنا متقسمين الاربع هيعملوا نفس الشغل بس، فطبيعي ما كانش عندي، ما عندناش اي تفرقه، كل اسبوع بيبقى عندنا شغل جديد وبيتطبق على الاربع جروبات. جميل جدا. طيب في فكره عرض الحمله على الجامعه كانت ايه؟ هل كان في تقبل بالنسبه لهم حمله حاجه عاديه؟ لا طبعا كان في تقبل، والعميده نفسها شاركت بالظبط، نزلت على الصفحه بتاعتها او صفحه الرسميه للكليه، نزلت اللي بتدعم حمله عنواني مصري، ده كان حاجه حلوه جدا. إيه كانت بتدعم حمله عنواني مصري بس ولا اي مشروع تخرج كانت بتدعم؟ لا ده بعنواني مصري مش دعم الباقي. لا بس الاكتر نزل مرتين حمله الدعم، دعم الحمله يعني مش مره بس مجرد، لا احنا كان مرتين. يعني هي فكرة الحملة حاجة جميلة جدا، وفكرة ان احنا نلاقي شباب زيكو طموح هدفه ان هو يعمل حاجة كويسة، دي حاجة تسعدنا جدا، يعني حاجة جميلة. طيب في خلال الفترة اللي فاتت هل استفدتوا من خلال الحملة؟ ضفت لكم معلومات ما كنتش تعرفوها بعيد عن البحث العلمي او الهجرة او حاجات زي كده؟ يعني انتوا بدأتوا ان كنتوا تتوسعوا وتعرفوا تتعرفوا على بلاد اكتر، وتتعرفوا على ناس اكتر، وعلى معالم اثريه اكتر، ولهجات اكتر. هل قدرتوا فعلا ان كنتوا تستفادوا؟ قدرنا. استفدتوا ايه؟ فكره ان احنا دلوقتي بننزل مثلا كل فتره بننزل مثلا بوست عن محافظه معينه، قدرنا نعرف مثلا المحافظه بتتميز بايه، لغتها ايه، بيكلموا ايه، اكلاتها ايه، فدي حاجات ابتدينا نعرفها. طيب بمناسبه المحافظات، ايه المحافظات اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنها؟ كل المحافظات، كل احنا لسه المحافظات. لسه يعني حاجه طيب لو هنتكلم عن محافظه سوهاج. سوهاج لا لسه ما خدناهاش. ليه؟ ده اكتر بلد فيها معالم اثريه. لا احنا ما جينا اتكلمنا، يعني احنا اول حاجه بعد ما عملنا الصفحه بتاعتنا حبينا نتعرف على الجمهور بتاعنا مين، فلقينا اكتر ناس من الشرقيه، فبدانا بقى بالشرقيه. الشرقيه دول اهل كرم يعني. بالظبط، فاتكلمنا عنها، عن اشهر الاماكن فيها، اشهر الاكلات، اشهر المعالم في، اشهر الشخصيات المرموقه اللي فيها، وابتدينا بقى نتبنى كل محافظه، نسال الناس حابين المحافظه الجايه تبقى ايه، بقينا بقى بننزل اتكلمنا على الشرقيه، شمال سيناء، الاقصر كده، يعني كل اسبوع بينزل حاجه. ايه لو هنتكلم، ايه اشهر المحافظات اللي انتوا لقيتوا منها دعم؟ الشرقيه دي كانت يعني ما شاء الله الناس تجاوبت معاها جدا، وكان يعني كله كان حابب ان نبدا بالشرقيه، فبدانا بيها. يعني احنا بعد ما نزلنا بوست بقينا نجمع، يعني قفلنا عملنا وقت الانتهاء الكومنت، فكل الناس بقت عايزه الشرقيه فنزلناه. كل الناس عايزه الشرقيه اهو. الظاهر كده الناس دي كلها كانت لسه ما اتغدتش ولا ايه؟ طيب ايه اكتر بلد ما لقيتوش منها دعم؟ لا ما عندناش اكتر بلد ما لقيناش. هو اولا انتوا قدرتوا انكم تضغطوا المحافظات كلها ولا محافظات معينه؟ لا احنا ما نقدرش نقول كلها، ولا نقدر نقول مثلا محافظتين ثلاثه، بس احنا لا جايبين محافظات كتير على قد ما قدرنا، ففي ما زلنا لسه بنغطي محافظات، الحمله ما انتهتش. جميل. طيب انا هدعمكم في سوهاج ما تقلقوش، واهل سوهاج كلهم اهل كرم هيدعموكم، ولا دعم الشرقيه خلي بالكم. عايزين بقى اللي هو نعرف، احنا كنا بنتكلم ان الاغلبيه بدا ان هو يهمل اللهجه المصريه، ايه السبب؟ اسباب كتير، من ضمنهم او بالنسبه 50% السوشيال ميديا، الناس دلوقتي بقت حابه تشوف الجديد. طب السوشيال ميديا في لغه عربيه ماشي، ما انا ما قلتش كله، انا قلت من الناس من ضمنهم يعني شباب، مش كل ما عممتش، قلت ان احنا معانا اكتر من 50% من الشباب دلوقتي حابه تتكلم فرانكو، ولو جيت مثلا عملت معاها محادثه بالعربي تلاقي عندهم اخطاء املائيه كتيره جدا. هل الاخطاء الاملائيه دي جايه من اهمال مثلا اللهجه المصريه؟ ما انا ممكن اتكلم مثلا على الفيسبوك، اتكلمك مثلا بطريقتي او بلهجتي اللي هو ازيكو الف زيني وكاف واو، فاهمه؟ فدي لغه عاميه. ف احنا هو في اخطاء من ايه تانية، يعني مش شرط اللي هو لما تيجي تتكلم على اللغه العربيه، على الكتابه نفسها بالظبط، طريقه الكتابه مثلا ممكن تبقى مختلفه. مش بنتكلم على ازيكو او احنا كلنا بنقول ازيك عامل ايه، احنا بنتكلم عن طريقه الكتابه.
الناس دي عندها غلطات يعني، ممكن تلاقيه متمكن اكتر في فرانكو او اللغات المختلفه، بس في العربي تلاقي الحروف مش مظبوطه، تقعد تبص شويه كده اللي هو الحرف نفسه غلط، معناها ايه الحرف نفسه غلط، حرف نفسه. طب وايه لو هنتكلم عن اسباب تانية، ايه هي الاسباب التانية غير مثلا الفيسبوك؟ الافلام الاجنبيه والمسلسلات الاجنبيه، احنا اتجهنا اكتر دلوقتي بقى الافلام الاجنبيه ومسلسلات وكده، نتفليكس وايجي بيست مش حرمينا بصراحه من حاجه، دايما بينزل لنا حاجات جديده. ما هو بصراحه يعني المصريين حتى لو كانوا قدروا ان هم ينجحوا في الافلام ما كانش ده بيحنا. لا بس ما ننكرش ان احنا عندنا ثقافه مصريه قديمه جميله يعني، ما نحطش ده مبرر. لا هو احنا مش هنحط ده مبرر، احنا كلنا بنتفق مع بعض ان الحضاره المصريه هي مستمره ام الدنيا لحد الان، وان لدرجه ان خبراء اجانب بييجوا مصر عشان يدرسوا عندنا اثار، وبيدرسوا اللغه العبريه وبيدرسوا اللغه المصريه واللغات القديمه، لغات كتير هي اصلا يعني لو هنتكلم عن العالم كله هنلاقي ان اغلب لغات العالم متفرعه اصلا من مصر. بالظبط. فبرضه احنا مش هننسى ان مصر ام الدنيا ومصر امنا وتحيا مصر. يعني احنا نتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه نلاقي حاجه احسن، فعايزكم بقى يعني نبذه بسيطه عن الخطه التطويريه اللي عاملينها للحمله فيما بعد. هو ان شاء الله احنا هنتجه بقى ان احنا هنطبق على ارض الواقع فعلا. المفروض دلوقتي ان احنا بنعمل فلاير هيبتدي يتوزع في مراكز تعليم العربي، هيبتدي يتوزع في المدارس اللغات، في الحضانات اللغات، اي مكان برضه زائد ان اي مكان هيوافق يدعمنا، هنتجه لوزاره التربيه والتعليم، وزاره الهجره ندخل. فهو ده الخطه الجايه ان شاء الله، زائد ان احنا قسمنا الحمله بتاعتنا جزء تاني اللي هو بس انا مش عايزه اعلن عنه عشان ما اكسفش يعني ورقي كله ما يبقاش ظاهر، فده ان شاء الله هيتعلن عنه يعني، بس احنا يعني مجهزين الشغل الجاي باذن الله. ايمان لو عايزين نختم حلقتنا بان كنتوا تقدموا اقتراحات من خلال الحمله للشباب، ازاي نقدر ان احنا نرجع اللهجه المصريه بتاعتنا مره تانية، او ازاي نقدر ان احنا نهتم بيها؟ احنا لازم نهتم باللهجه بتاعتنا ان احنا نتكلم بيها، هي حاجه واحده ان احنا نتكلم بيها، ومهما كانت اللهجه بتاعتك ايه تفتخر بيها وما تتكسفش، ايا كان المحافظه انت تبع المحافظه بتاعتك اتكلم بيها دي، بس ده اللي ممكن اقوله. اسمحوا لي فعلا ان انا اشكركم على فكره الحمله الجميله اللي هي بنايه اصلا اللي هي هدف، وبشكر فعلا كل شاب، كل شخص ليه هدف او ليه نفسه يكون صاحب بصمة اجتماعية. لا بجد ده بيكون مجهود كبير، وشكر مني ليكم، وشكر لكل شاب فعلا ناجح، وكل شاب فعلا قرر ان هو يهتم ببلده، قرر ان هو يهتم بلهجته. ويا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة اخيرة، يعني احنا مش هنطلع من اصلنا زي ما علمونا في الصعيد، من طلع من داره اتقل مقداره زي ما بيقولوا، فانا مصري مش هستعار من اني مصري، وهتكلم باللغه العاميه بتاعتي في اي مكان وفي اي وقت، ومش هقدر طبعا ان انا استعار. وبجد شكرا ليكم على الحلقه الجميله دي، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نقدم استفاده لكتير من الشباب الفتره اللي جايه، وبشكر للمره الثانيه الشباب اللي فعلا ناجح اللي هو بيعافر ان هو يعمل حاجه فعلا للشباب يفيد بيها غيره ويفيد بيها بلده. وانتظرونا الخميس القادم حلقه مختلفه مع شباب على القمة الساعة 4:30 مساء.